السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواتنا وحبايبنا ومتابعينا، كل عام وأنتم بخير. مسابقة تحدي أبطال كبسي النهاردة معاكم إن شاء الله. هنعمل فيديو جديد، هنشتغل إن شاء الله النهاردة، هنشتغل بالسنفيزر. الأوضة دي إحنا رشيناها مع بعض بالياسطر أبيض على شفاف في المسابقة. الأوضة إن شاء الله هتبقى سيلفر، هندوكوا سيلفر كبسي هنرشه مع أرض إن شاء الله، بس بعد السنفيزر. الاغنيه طبعا بطلناها بلدي، معجون صنفره وش سيلر كبسي، بعد كده وش بالياستر اتصفت. النهارده ان شاء الله هشطبها، بعد كده هتشطب فضي، فهدي ارضيه تحت الفضي السلفيسر النيترو سيلولوز. ده سلفيسر النيترو سيلولوز، يعني سريع، يعني 1 كي بيجف عن طريق الهواء. دوت بيحتاج تنر بس. نسبه تخفيفه على المسطره رقم 2 بنسبة 1:1 100%، يعني كل كيلو بنحط له كيلو تنر قده، أو كل لتر بنعاير قصاده لتر تنر لو مش معايا المسطرة. الفرق بين السلفيسر، أنا في المسابقة عملت السلفيسر البطيء اللي هو الدبل فانكشن، برضه هناخد مقارنة بينهم وبين بعض. ده 2320، المصلب بتاعه 2135. قلنا الحاجات اللي معاها المصلب ديت بتبقى بطانة حلوة وأرضية حلوة جدا للبوهي الفرن أو البوهي البروتينية، فأنت خدها كده قاعدة في دماغك. هتشطب حاجات بمصلب يبقى برضه تدي ارضيه بمصلب عشان الشغل يطلع معاك احسن. هتشطب حاجات سريعه زي الدوكو، برضه هندي ارضيه برضه سريعه، فدي بتبقى بطانه مناسبه للايه، للشغل اللي انت هتعمل عليه. يعني ما ينفعش ان انا الشغل يطلع معايا مش بنفس الجوده. لو شطب بوهي فرن وتحتها حاجه سريعه فيلر او سلفستر سريع، هيبقى في ممكن اللمعه تمص معايا، يحصل مشاكل معايا في الشغل. اما لو اشتغل دوكو وكله دوكو سريع، برضه هشتغل تحت فيلر او سلفستر سريع. النهارده ان شاء الله هشتغل بالسلفستر 460 نيترو سيلولوز. يعني ده في منه طبعا ابيض، وفي منه رصاصي، وفي منه الوان. انا ممكن برضو محتاج اي لون هلونه بالوان الدوك. فانا عندي رصاصي وهغمقه كمان سنه. انت بقى محتاج اي ارضيه، مثلا تعمل شامبيه، تعمل حاجه، حط حبه بني، حبه اصفر، تظبط لون اللون معاك، لونه عادي مفيش مشاكل بالوان الدوك. اما السلفيسر البطيء لو عايز تلونه، هتلونه من سيستم البروتين، لان ده بروتينات، ده بروتين، هتلونه من سيستم البروتين. هنا هنلونه ان شاء الله بالسيستم بتاع الدوكو اللي هو سيستم 201. هنزود بس شويه اسود معانا. طبعا برضو في داست الفيسر وفي فيلر. احنا عملنا برضو فيديو المسابقه بالفيلر. طب ايه الفرق بين الفيلر وبين السلفيسر؟ هما الاثنين برضو نيترو سيلولوز، عيله واحده، نفس الخامات، بس السلفيسر بيدي نعومه اعلى للشغل. فتحت الحاجات المتاليك بتبقى محتاج نعومه شويه عشان تبقى الشغل يطلع احسن معانا، فبدي سلفيسر تحت الشغل اللي هو المتاليك الموكات والسيلفرات والحاجات ديت. ان الفيلر بس بيبقى خامته تقيله شويه، ملوه اعلى، عامل زي المعجون كده معاك، فبيملى معاك شويه بس بيمص معاك الحاجه برضه، لكن ده بيدي معاك نعومه اعلى. ده الفرق بين السلفيسر السريع والفيلر السريع. ده اسمه الدوكو كبسي 392 من سيستم 201. هنغمقه كمان سنه عشان برضو السيلفر يبقى معانا مظبوط. بنخلي دايما في شغل الموكيات والسيلفرات بنخلي البطانه قريبه من لون التشطيب. هنضرب المسطرة رقم 2 1:1. هنا اصل على الستة حاجة بسيطة.
هي كده عند 6 اهي في الخانة الأولانية، عند 6 في خانة التنر، يبقى احنا كده ايه ماشيين مظبوط. عشان احنا المسطرة بس بتدينا ميزة ان احنا هنضرب أقل كمية بالعيار المظبوط بتاعها، وخصوصا في البهل الفرن والحاجات اللي فيها مصلب تطلع معايا النسبة مظبوط. أما لو مش معاك مسطرة بالنسبة للحاجات دي هتستخدم واحد وواحد، أو في الفرن تعمل عيار ليك. برضو عند 6 في الخانة التانية كده احنا ايه العيار بتاعنا مظبوط. هنقلب ونصفي ونشتغل.
جماعه زي ما انتم شايفين السلفستر السريع، التغطيه بتاعته حلوه، بيدي نعومه معايا حلوه للشغل، وقلنا دي ارضيه حلوه للسلفرات والموكات والحاجات دي كده. النهارده الحمد لله عرفنا الفرق بين السلفستر البطيء اللي تحت البنيه الفرن والبروتينات، والسلفستر السريع بنعمله ارضيه تحت البنيه الدوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.